طبعا زي ما حضرتك قلت ده هيربك الحسابات الخاصه بالانتخابات الامريكيه المقبله. عايز اروح مع حضرتك استاذ اسامه الى صحيفه الجارديان البريطانيه اللي هي نشرت تقرير مهم جدا تناولت الحرب في غزه من زاويه التراث المادي والمعنوي والاثار، لانه الحرب على غزه ليست حربا على الفلسطينيين والبشر ولكن بتستهدف الهوية الفلسطينية والتراث، وعندنا قائمة بعدد كبير جدا من الآثار تم استهدافها في هذه الحرب. شايف التقرير ده ازاي، وإلى أي مدى تم يعني تدمير الآثار والتراث المادي اللي موجود في قطاع غزة وانعكاس ده على دوائر كثيرة جدا في العالم؟ احنا بنتكلم على غزة اللي عمرها يصل في التاريخ إلى 2500 سنة. قيمة التقرير دوت في رأيي إن خلينا نكون بس نرجع شوية للأرقام. طبقا للإحصائيات اللي هي لسه حتى الآن مش كاملة نظرا لإن العمليات العسكرية شغالة على الأرض، تقريبا من 60 لـ 70% من حجم الثروة العقارية في غزة تم تدميرها. إحنا بنتكلم على كنيسة عمرها يعود لأكثر من 300 400 سنة، ربما في ارقام بتقول انها تصل ل1000 سنه، بنتكلم على الجامع المعمداني، بنتكلم على عدد كبير جدا من المناطق التراثيه والمباني التراثيه والتاريخيه في غزه. لكن انا متصور ان احنا وصلنا لدرجه من الوعي في الاعلام العالمي ان كان يتم قتل المواطنين، قتل الابرياء، هدم البيوت فوق ساكنيها ولا احد ينظر. اللي حاصل حتى الان هو انتصار في الصحافه العالميه. خليني ارجع اقول لك، اذا كانت اسرائيل بتتعامل طول الوقت ومتربط طول الوقت وتستخدم اكسبريشن دواعش حماس علشان خاطر تثير حاله تعاطف دولي، تعال نشوف ماذا فعلت دواعش. الدواعش لما دخلوا العراق هدموا كل الاثار، الان اسرائيل بتنفذ نفس الفكره، تستهدف المباني التراثيه، المباني التاريخيه، تستهدف الكنائس، المساجد. هنا خلينا نقول بشكل واضح، هو مين هنا دواعش التراث؟ صحيح. مين الدواعش اللي بيدمروا التراث؟ التقرير مهم جدا، لافت للنظر جدا، اهميته تكمن في ان زي ما قلت لك في الاول ان العالم بدا يرى اخيرا حجم المعاناه العربيه. من المصيب ومن المخطئ في القضية الفلسطينية؟ من الجانب العربي أم الجانب الإسرائيلي؟ وأنا هنا بتكلم في قضية فلسطينية، بكلمك على جانب عربي، على اتجاه وتيار عربي في مقابل تيار آخر إسرائيلي أمريكي. أخيرا بدأ العالم ينظر للحقيقة ويكتشف على أرض الواقع إيه بالضبط، من المصيب ومن المخطئ، من الجانب الضعيف المستضعف ومن الظالم اللي بيمارس القتل والهدم بكل عنف بلا هوادة.